بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة تكنولوجيا المعلومات بالكلية الجامعية لعلوم التكنولوجيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الثالث في موضوع برمجة قواعد البيانات باستخدام PL/SQL Oracle. في هذا الدرس سنتعلم بعض الأشياء المهمة التي تساعدنا في كتابة الأكواد Writing Executable Statement، كتابة الجمل التنفيذية. طبعا اثناء كتابه الجمل التنفيذيه اول شيء نعرف انه عندنا اللي هو التكست بنحط بين سنجل كوتيشن، والنمبر عادي ما بنحطش، اي تكست او اي نص بنحط بين تو سنجل كوتيشن، يعني الفار كاركتر تو. بالنسبه للكومنت اللي هي بنحط بين اللي هو سلاش ستار وسلاش ستار عكسيه، لو بدك تعمل كومنت لسنجل لاين بتحط ايش دبل داش بالشكل هذا. بالنسبه للفانكشن بالبي ال اس كيو ال هي نفسها الاس كيو ال اللي كانت موجوده، لكن ما عدا الفانكشن الريكول وفي كمان جروب فانكشن ما بتستخدمش في الايه في البي ال اس كيو ال. فالفانكشن اللي عندنا في عندنا سنجل رو، سنجل رو كاركتر، سنجل رو نمبر زي الافرج والماكس والمينيمم، سنجل رو كاركتر زي الابر واللور، data type conversion to date to time، في عندنا date function، في عندنا time stamp هذا ما تعملناش معها، the greatest and least اللي هو اعلى قيمه واقل قيمه، في milestone، هذول كلهن الفانكشنات اللي موجودات في كانت الاسكال بنستخدمهم زي ما هم في البي ال اسكال، مع البراكتس بنتعرف عليهم ان شاء الله. طبعا زي ما احنا شايفين هاي في function هذه length، اللينث هذه بترجع integer، الانتجر هذا عبارة عن disk size هذا variable، هي بتعمل assign للقيمة هذه تبعت اللينث لمين؟ لبرود ديسكريبشن اللي هو وصف المنتج، وصف المنتج زي ما انت شايف var character 270 حرف، بيبدأ بسنجل كوتيشن وبنتي بسنجل كوتيشن في فاصلة مضغوطة، طبعا طول النص هذا بيرجع كله من خلال دالة اللينث اللي بترجع رقم في داخل description size. convert employee name to lower case، اي نيم بناخده بنقول lower case، هذه عباره بدخل الاسم هنا اسم الموظف first name او last name، اللور بحول حاله الاحرف باللغه الانجليزيه الى lower case. طبعا في عندنا function فانكشنات تانية زي الـ implicit conversion والـ explicit conversion. الـ implicit conversion يعني لو انت اجيت بالجافا، نتذكر شوية لو احنا عرفنا ان بتساوي 100 بالشكل هذا وام بتساوي 100 بالشكل هذا. طبعا اليوم الكومبايلر مور انتليجنت، فهو هيحسب لو انت جمعت ان زائد ام، هذا اوريدي نمبر يعني هو ماخذها، وهذا نمبر حيطلع لك العدد ايه مفروض 200، هاي معناها امبليسيت كونفرجن. اكسبليسيت كونفرجن ان انت بدك تحول من هذه تو نمبر او تو سترينج وتعاود تجمعها للكلام هذا. تو كاركتر بتحول اللي موجود عندك لكاركترز، تو ديت اي نص بتحوله بفورمات معين لديت، تو نمبر بحول لك اياه تو نمبر، تو تايم ستامب بحول لك الرقم لتايم ستامب اللي هو بياخذ القرن والسنه والشهر والثانيه، الاشياء هذه اللي احنا تعرفنا عليهم بالاس كيو ال. هي مثال ديت اوف جوينينج، تاريخ الانضمام في 2 فبراير، ممكن تكتب بالفورمات هذا، ممكن تكتب بالفورمات هذا، اذا انت لو بدك تحول لاي فورمات تحتاج تحول ايش؟ تو ديت، وبتحط له انت بالاخر الفورمات اللي انت بدك اياه. طبعا احنا تعرفنا ام 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 ومانث وكذا ودي تعرفنا عليهم سابقا. ان شاء الله مع التجربه بنتعرف عليهم اكثر. بالنسبه للبي ال اس كيو ال في حاجه بسموها نستد بلوك. نستد بلوك يعني بلوك زي ما انت شايف هي بيبدا بديكلير بيجن وان، جوا بلوك ثاني جوا ديكلير وبيجن وان. طبعا النستد بلوك في اشياء لازم احنا نتعرف عليها بالنسبه للنستد بلوك، مثل المتغيرات اللي جوا والمتغيرات اللي برا، هل بتتعامل هذه جلوبال وبتتعامل هذه لوكال؟ نتفرج على المثال هذا. طبعا انت هذا بسموه جلوبال فيريبل لانه في الاوتر بلوك، وهذا بسموه انر فيريبل لانه في الانر بلوك. لو انت جيت طبعت هنا الانر هيجي ايش؟ ياخذ القيمه اللي موجوده هنا، هذا حيدي هذا وهذا حيرجع لمين؟ للاوتر بلوك اللي برا وياخذ القيمه اللي موجوده هنا، وده بالنسبه للسيستم لو طبعت الاوتر بلوك برضه هذا حيجي مين؟ للي برا.
طبعا بعض النستد بلوك ممكن فيه امبيجيوتي، عدم شفافيه زي ما حنشوف هذا. لو احنا تفرجنا على المثال هذا بقول لك فادر نيم ذا كاركتر باتريك، وعندي بيردي سنه 72. في عندي بلوك ثاني جوا بقول لك تشايلد نيم مايك وديت اوف بيرث 2002. لو احنا طبعنا المثال هذا بقول لك فادرز، طبعا هذه ليترال زي ما انت شايف استخدم هذه بتطبعها مرتين، فادرز بتطبع لك اياها، بصير فادرز نيم بقول لك باتريك ديت اوف بيرث، هذه مين حتاخذ؟ هذه حتاخذ القيمه اللي هنا. اذا ديت اوف بيرث حتاخذ القيمه اللي هنا لانه حيعتبر انه هذا القيمه لللوكال اللي موجود، هذا انر فيريبل. للتشايلد نيم حياخذ مايك. اذا بصير عندك تاريخ ميلاد الاب صار في امبيجيوتي، فهنا لو طبعت انت ديت اوف بيرث، ديت اوف بيرث حيجي لمين؟ للي برا هنا. حياخذ الاب تاريخ ميلاد الابن والابن تاريخ ميلاد الاب، وهذا بصير عندي خطا في البيانات. عشان نحل القضيه هذه قال لك انه احنا ممكن نستخدم كواليفاي ايدنتيفاير. كواليفاي ايدنتيفاير في بعض لغات البرمجه يسموه ليبل. الليبل بالشكل هذا نفس المثال السابق، لكن لما اجى هنا عرف الكلام هذا وبده يطبع عندي الديت اوف بيرث ايش قال له؟ حط قبله ليبل. الليبل هذا بتدل على الاوتر فيريبل اللي موجود هنا، فهو مش حياخذ الديت اوف بيرث اللي جوا، حياخذ الديت اوف بيرث اللي برا. تمام؟ بالنسبه لهذا برضه حياخذ الديت اوف بيرث اللي برا. تمام؟ واضح؟ هذا اللي حياخذ اللي جوا، لانه جوا البلوك البيجن واند، مش حيطلع برا لانه مش حيطلع، لو ما لقاهوش جوا حيطلع لمين؟ للفيريبل اللي برا. اذا في عندي حاجه اسمها فيريبل سكوب. فيريبل سكوب زي ما انت شايف هنا عرف كوميشن، حرف سالري وكوميشن ومسج، ودى لهم قيم 6000 سالري ضرب 20% اللي قبل فور ادمشن. عمل كمان بلوك سالري وكوميشن وتوتال كوميشن. تمام؟ التوتال كوميشن هو السالري زائد الكوميشن. لو اجينا بدينا نطبع هنا بالمسج، المسج صارت تاخذ نط كلير نط ومسج. المسج الاولانيه حتروح تطلع مين؟ المسج هذه يطلع جوا هنا، ما لقاش حيطلع وين؟ برا وياخذ المسج هذه. تمام؟ نيجي لمين؟ لهذا الكوميشن. الكوميشن انه هو كوميشن مش اللي جوا، الاوتر كوميشن، فحياخذ الاوتر كوميشن اللي برا. والسالري حياخذ السالري اللي جوا هنا. ضرب 30%. لو احنا جينا نطبع الكلام هذا مسج بالاخر، مسج بصير يقول لك سيلز مان كليرك نوت اللي قبل فور كوميشن. لو انت جيت بعت طبعت كمان مره الكوميشن، تمام؟ حيقول لك الكوميشن حيجي السالري هذا 50000، ضرب 30% حيقول لك 1500. وهكذا احنا تعرفنا على الفيريبل سكوب. بالنسبه للعمليات الموجوده بالبي ال اس كيو ال بتنقسم لعده عمليات، لوجيكال بين ترو وفولس، اريثماتيك زائد ناقص ضرب، كونكاتينيشن للنصوص اللي هو بندمج نصين مع بعض، بارانثيسيس تو كنترول اوردر اور اوبريشن، بقول لك سيم ان اس كيو ال، البارانثيسيس يعني الاقواس. لو انت استخدمت اقواس حيبدا يعمل سبستيوشن من الداخل ويطلع بعدين يشتغل القوس اللي برا وهكذا. اكسبوننشال اوبريشن اللي هي لو حطينا 2 اس 2 فهي عباره عن ايش؟ 2 ضرب بالشكل ضرب 2، هيك بتجيب ايه؟ الاربعه بالشكل هذا بالبي ال اس كيو ال. طبعا بالنسبه للاوبريشن بالبي ال اس كيو ال الانكريمنت بنحطش لوب كاونت زائد زائد زي بالجافا، لكن هنا بنقول لوب كاونت بيكمز ايكوال لوب كاونت زائد 1. لما بنعمل ست لفاليبل بالبوليان فلاج مثلا جود سالري بدي اعرف ترو ولا فولس، فبقول السالري بحط المتغير بتوين قيمتين اللي انت بدك اياها. اذا كان المتغير اللي انت موجود عندك مثلا 60000، ال 60000 بيجي بفحص هل ال 60000 بين ال 50000 و 120000 حترجع هذه الجود سالري بقيمه ترو، غير ذلك حترجع بفولس. بقول لك فاليديت وذر ان امبلوي نمبر كونتين ا فاليو، الامبلوي نمبر لو انت دخلته قيمه فعلا انه هو اخذ قيمه، القيمه حتى لو كانت صفر بت نوت نال، فبيجي بفحص اذا كان نوت نال هذه موجوده فبيطلع لك ايش؟ فاليد بترجع لك ترو. هيك احنا بنكون خلصنا الدرس النظري للمحاضره الثالثه. لو جينا طبقنا بعض المفاهيم
وبعد نراجع بعض المصطلحات اللي احنا مرينا عليها بالسابق. احنا بنشتغل في جزئيه بسموها بلوك. البلوك بنقسم بالبي ار اس كيو ال لثلاثه اقسام 3 تايبس، منهم البروسيجر، والفانكشن بسموهم بروجرام يونت، والبلوك العادي اللي هو النورمس بلوك. وطبعا نجي نتعرف، لو حطينا داش داش صارت هذه كلها عباره عن كومنتس. تمام، انتهينا انه في عندي ديكلير وبيجن واند. بالنسبه للفيريبل، لو عرفنا فيريبل نسميه في سالري، اول شيء خدنا له نمبر، في نيم ناخذ فار كاركتر 2 حطيته 10. نشوف ايش المشكله اللي احنا حنواجهها. اول حاجه بدي انا اعمل اساين للفيريبل هذا بقيمه، والقيمه هذه تكون جايه من داخل الداتابيس، يعني حياخذ قيمته من الداتابيس. لو انا اجيت اديت له قيمه هنا بالشكل هذا، فمعناه انه اخذه من البرنامج. لو انا كتبت القيمه هذه becomes equal and salary في salary، معناها انه هذه القيمه سوف تدخل من ايه؟ من اليوزر. هذا ندخلها ايه؟ from user. تمام، نيجي نعمل برنامج بسيط، يجيب لي قيمه الراتب للموظف لرقمه 100 ويعبي لي اياها في المتغير identifier في salary. فاحنا بنكتب select salary from مين employees where الامبلوي اي دي، فبالشكل هذا احنا بجمله الاس كيو ال لو احنا اخذناها هيك طبقناها كسكريبت طلع ايش رجع عندك؟ 24000. طيب لو انت ما حطيتش الوير هذه وطبقت الكلام هذا بالشكل هذا ورحنا عملنا السلكت هذا وعلمنا عليها، معناها انه احنا بنطبق السكريبت هذا لوحده من كل الكود. ران سكريبت طلع رجع لك 107 رو. طيب لو انا بدي احط قيمته، تمام، ورحت انا عرفت في سالري هنا في سالري 1، ورحت كمان مره عرفت كمان متغير اسمه في سال نوعه نمبر. تمام، هذا نتاكد انه هذا فروم يوزر بالشكل هذا، والسالري الثاني حسبت انه نوضع فيه القيمه، فبقول له انتو في سالري اللي موجود عندي. لو كتبت الجملة هذه حتطلع لك خطأ، نشوف نجرب ونشوف الكلام هذا صحيح ولا لا. طبعا ايش هنا بقول لي؟ بقول لي انتر فاليو اوف في سالري، الفي سالري 1 اللي انا دخلته بالاول هذا، ها شايف انتر في سالري 1. نجربها كمان مرة، انت هنا طبعا القيمة ما احنا ما تعاملناش معها. ايش بقول لك؟ في ايرور. طبعا هنا ايش بقول لك؟ هنا السيرفر تبع اوراكل سيرفر داتابيس رجع لك ايرور الرقم 01422 exact feature return more than one requested number of row. يعني هنا الفيتش ما قدرش يعمل فيتش هذه في هذه، لانه هذا سنجل رو وهذا ايش؟ مالتي رو. فعشان نعملها الكلام هذا صحيح فاحنا بنروح بنجيب سنجل رو. دائما بالبي ار اس كيو ال بنرجع سنجل رو. لو طبقناه كمان مره بروسيجر كومبليتد سكسسفولي. عشان نستخدم جمله الطباعه نتذكر انه احنا استخدمنا الست سيرفر اوت بوت اون، دائما هذه بتكون موجوده. لو احنا بدنا نستخدم نطبع شيء بنقول داتا بيز مانجمنت سيستم اندرسكور اوت بوت دوت بوت اندرسكور لاين، مين الكلام اللي انت بدك اياه؟ بقول لك ذا سالري از بالشكل هذا. لو انت بدك تعمل طباعه فانت بتعمل مع نص، فبتستخدم كونكاتينيشن، كونكاتينيشن شيفت اللي هي الاور هذه اللي فوق الانتر. تمام، كونكاتينيشن مع مين؟ مع الفي سالري اللي عندي. فهنا حنرجع نطبق الكلام هذا، طبعا هذه كل مره حيطلبها منك. نمسح الشاشه،
ديكلير بيجن الاوتبوت بوت لاين، الكلام هذا مفروض ايه يطبق. طبعا هذا احنا كثير صارت تطلع عنا، طلع لي ايش 24000. طبعا هذا ممكن تاخذها وتحطها فوق جنبك هم تتفرج عليها، لكن انا مثبتها تحت 24000 اللي هو السالري اللي موجود عندي. طيب لو انا بدي عاوز اعمل ادخل رقم اليوزر هنا، ادخل رقم الموظف اللي انا عاوز له السالري، فانا عادي فبروح بحط هنا temp، والtemp هذا بيساوي and الاكس and temp. تمام، وهنا ايش بنقول له؟ هذا بيساوي temp. فهيك لو انت شغال temp هذه هيعمل له substitute من مين؟ من اليوزر. تمام، نشغل كل الكود فtemp رقم 100 24000. طيب نمسح هذا الكلام ونطبق على 101 17000 وهكذا، بصير انت كل موظف 102 17000 وهكذا. تمام، احنا قدرنا نجيب الكلام هذا من داتابيس. هذا اللي احنا شرحناه في المحاضرات السابقه بالاضافه الى الكلمه. في امر ثاني، في اتريبيوت لتعريف المتغيرات اسمه في المية تايب. طيب لو انت مش عارف السالري هذا ايش نوعه هنا وايش نوعه هنا، فانا لازم هذا يكون نفس نوع هذا. فانا بسيطه، فبدل ما اروح احط نمبر بعرفه من نوع، نفس نوع employees dot salary في المية تايب. فهيك احنا بصير عندي السالري نفس نوع السالري الفي سالري اللي موجود هنا. طيب طيب لو احنا عندنا هذا التمب، التمب برضه بدي اخذ متغير ثاني نفس نوع التمب، كيف باخده؟ بقول له اكس نوعه من نفس نوع تمب في المية تايب. اذا في المية تايب معناها كوبي لنفس نوع الداتا تايب لاي متغير او اي ايدنتيفاير موجود عندك، كان من الداتا بيس او من برا الداتا بيس. هيك احنا بنكون اتعرفنا على الكلام هذا بسرعه. النقطه الاخيره انه احنا لو بدنا نرجع اكثر من قيمه، يعني انا بدي اجيب سالري برضه بدي اجيب الفيرست نيم، طلع بالعمليه هذه ما عليك الا انت تمسك يعني سيكوانشلي، اخذت السالري هنا حيعبي السالري هنا، فاصله بنحط فاصله، ايش في عندنا هنا في نيم بنحط الفي نيم هنا، ناخذه بنعمل له كوبي بنحطه جنبه ريسبكتيفلي، يعني بنفس الاوردر اللي موجود هنا فروم وهنا تم. اللي بده يرجع عندك بده يرجع في سالري از، ممكن نحط هنا كونكادينيشن. طبعا هنا بدنا ناخذ كونكادينيشن مع مين؟ مع الفي نيم، ونحط هنا نص ونقول ذا نيم از، ونحط هنا كونكادينيشن كمان مره نقول له في نيم بالشكل هذا. تمام، وهنا ممكن تستخدم سلاش تي زي الجافا، ممكن نستخدم بالشكل هذا. تمام، 100 النيم سالري از 24 ذا نيم از ستيفن، وهكذا انت تقدر تتعامل مع البيانات هذه بسرعه رهيبه.